السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم. ازيكم؟ وحشين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم اخوكم مصطفى من قناه مشروعات صغيره وتربيه الحمام. فيديو النهارده اللي هو تحصين الحمام من مرض الروشه. تحصين الحمام ضد مرض الروشه، التحصين اللي هو بيتحل تحت الميه اللي هو تشوف صورته دلوقتي ده. طبعا في ناس كتير ما بتستخدموش، في ناس بتفضل اللي هو الحقن او النوع اللي هو الهولندي، لكن ده انا بستخدمه لاني حصنت الحمام تحصين السلمونيلا الحقن، فما حبيتش ان انا احقن الحمام مرتين. طبعا الحمام ده اللي انا بجهزه للبيع، الحمام اللحم ده كله اللي في السلكات اللي انا حصنته قبل كده من الجدري، وحصنته من السلمونيلا، ودي تحصينه اخر حاجه تحصينه الروشه. وطبعا فيديو امبارح اللي انا رشيت الحمام من الحشرات عشان اللي ياخد مني حمام يكون الحمام نظيف، ده علشان نجهز الحمام للبيع. هفضي السلكات دي كلها يا جماعه، كل السلكات هنبيع الحمام اللي فيها. طبعا هو محدش بيعمل كده، حد هيقول لي انت بتعمل كده ليه، اللي غصبك على كده؟ الحمد لله، هو انا عندي حمام تاني اهوت، نجهز حمام. الحمام ده احنا مجهزين حمام شباب، بس هنفضي السلكات ونحط فيها نسكن الشباب ده، يكون بدال ان شاء الله ربنا هيعوضنا عن الحمام اللي احنا هنبيعه اللي في السلكات دي. ده لقاح نيوكاسل. انا شلت الحديد اللي عليها اهو، واشيل الغطاء البلاستيك ده ما اشيلوش غير تحت الميه، على زي ما قلت لك ده 10 لتر ميه، اوعى تشيل الغطاء الا تحت الميه اهو كده. المية خلاص بقينا في الامان، ان خطيرة ان انت تشيلها فوق المية. خلاص تأكد ان المحتويات بتاعت الازازة فضت كلها تحت المية. تمام، هرج الازازة كده بيدي، مش هخرجها خالص الا ما اتأكد ان كل اللي في الازازة خرج تحت المية. ولازم 10 لتر يباتوا مكشوفين عشان الكلور يطير، ولازم تفكها تحت المية عشان ده فيروس يا جماعة ما يطرش في المكان. تمام، خلاص الازازة معانا بانت ان هي راقت كده، طول ما الازازة تحس ان هي فيها ابيض ما تخرجهاش من تحت المية لحد ما تلاقي ان الازازة خلاص بقت شفافة زيها زي المية، تعرف كده ان الدواء اختلط بالمية. وطبعا بكون معطش الحمام، انا معطش الحمام، شايل المية من بالليل من قدامه زي ما حضرتك شايف، انا كافي المسائي بالشكل ده، مسقه مكفيه على وشها من بالليل، تصبح الصبح تلاقي الحمام عطشان عشان يشرب الميه اللي احنا هنعملها اللي فيها اللقاح ده. بس انا عايز اوريك شكل الازازه، الازازه بقت رايقه جدا، هي نضفت خالص، اصبح كده بالظبط الايه اللقاح كله بقى في الميه. طيب هنحط الميه على طول للحمام، نقدمها للحمام طبعا اللي هو كان عطشان. طبعا المسقه نظيفه، هي الحمام كان عطشان، هنوزع عليهم العشرة لتر. طبعا انت هتشتري على قد اللي انت محتاجه، هي بتتحل على 10 لتر. في نوعية تانية بتتحط الالف حمامة، لكن هي النوع ده قال لي اللي بيبيعها لي، قال لي الاستاذ اشرف خضير ان هي على 10 لتر مية. يعني اهو هنقدم للحمام، هتلاقي الحمام عطشان اهو شرب منها على طول. طبعا ده الحمام اللحم اللي احنا بنجهزه للبيع، ده اخر حاجة بنعملها مع الحمام ان شاء الله اللي هو التحصين ده. يبقى كده الحمام ده اخد كل التحصينات تقريبا. هنحط المية ساعتين اتنين بس، وبعد كده نشيل المية من قدام الحمام. اخر حاجة بنعطيها له، طبعا امبارح رشينا الحمام ده من الحشرات علشان تاخد مني الحمام نظيف. فيديو البيع يا جماعة ان شاء الله ما تنساهوش، برضه الناس اللي هي هتقول ان هي ما عرفتش، فيديو البيع يوم الاربعاء ميعاد نشر الفيديوهات، اما ده فهيبقى فيديو يوم الثلاثاء ان شاء الله. طبعا في تحصين من ده حقن، الناس اللي هي مختلفه فيه، اللي مقتنع بيه يستخدمه، واللي مش مقتنع بيه انا بستخدمه، والحمد لله جايب معايا نتيجه تمام، الحمد لله الدنيا ماشيه. انما هو ده تحصين الروشه، في طبعا منه حقن، لكن انا لسه حقن الحمام بحقن اللي هو تحصين السلمونيلا، فانا ما حبيتش ان انا اعطي للتحصينين حقن، يعني كفايه نوع واحد بس حقن لاني مجهود. لكن ده ان انت هتسقيه للحمام كده جماعي، او ينفع لجميع انواع الطيور. ده تحصين الروشه اللي هو بيتحل تحت الميه، ينفع لكل انواع الطيور وسهل جدا طريقته زي ما حضرتك شفت كده، بتحلها في جرده للميه اللي انت
مليها من بالليل وسيبها مكشوفة عشان الكلور يطير، بعد كده بتفكها، بعد كده بتقدمها للحمام مرة واحدة كل 6 شهور. طبعا أيام التحصين بتكون شهر 3 وشهر 4. إذا حصنت في شهر 3 يبقى هتحصن في شهر 9، وإذا حصنت في شهر 4 يبقى هتحصن في شهر 10، وهم دي الشهور اللي هي بنعطي فيها التحصينات. برضو جولة على الحمام اللي هو هنعرضه للبيع إن شاء الله، الناس اللي هي ما تابعتش معنا طبعا هيبقى فيديو البيع، هنعرض كل قص بسعره. جماعة هتلاقي عندنا من 300 جنيه قص، من 300 جنيه حتى 500 جنيه، وهقول لك على حسب برضو مستوى، لان السؤال ده بتسأله كتير، القص بكام يا عم مصطفى؟ المرة دي هنحدد، مش هنعمل سعر موحد، هيبقى عشان برضو ايه الناس اللي هي، في ناس بتقول انت بتبيع غالي وفي ناس برضو بتقول انت بتبيع رخيص، فعشان تبقى عارف ايه الفرق بين الغالي وبين الرخيص. هيكون السلكات دي تمام اهو كده، ال 12 عين دول السلكات، 12 قص فيهم ان شاء الله، وهيكون معاهم 8 دول، 8 قصوص دول تمام كده، وفي كمان وهيكون الاربع قصوص دول في السلكه ديت تمام اهم كده، فيهم الاول شغله دول كلهم، دول كلهم اول شغل، فيهم الاول شغل اهو مطلع زغاليل، وده مطلع زغاليل لسه صغيره، والقص ده اللي هو بدبوس ده، دول هتبيضوا النهارده ان شاء الله، انا شايف عليها البيضه من امبارح. طبعا الحمام عطشان بيستنى الميه، ودول تحتهم حصى اهو. طبعا كل الحمام شغال اهوت مع زغاليل، ده مع حصى لسه شايلين زغاليله، ده كنت انا خلفت ذكر عن النتاية بس منتظرهم ان شاء الله يبيضوا. كل حاجه هنقول عليها بظروفها وقت ساعتها وقت نشر الفيديو ده برضو. وهنا هو، وهنا برضو اللي مع زغليل ده، هنا مع زغليل، هنا رائد على حصى، هنا برضو مع زغليل اهو، هنا ده برضو كان كنا بنجوزهم لبعض، يعني كنا خلفين ذكر بنتايه اللي هو القص التاني ده، برضو بنجوزهم لبعض. كل حاجه هيبقى سعرها على حسب شغلها يا جماعه وانتاجها. وده برضو قص ده، استنانا في فيديو البيع بتاع يوم الاربعاء ان شاء الله. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.